الله يخليك. الشاعر نزار فرنسيس، أهلا وسهلا فيك في مكاتب صدى الوطن باسمي وباسم أسرة التحرير. بنرحب فيك بالصحيفة. أهلا أهلا فيك. بنحب هيك أول سؤال بداية ناخذ انطباعك، شو انطباعك على الزيارة اللي قمت فيها لمدينة ديربون ولولاية ميشيغان وللقائك بالجالية اللبنانية؟ أول شيء الانطباع الأولي إنه ما بيتغير عليك شيء من ناحية الألفة، الوجوه القريبة، بتحس الناس قريبة، بعدك ببلدك. الحلو إني لما وصلت على ديربون تلقيت بالناس، بلشت تشوف الناس اللي هون، وخاصة الأشخاص اللي سعيوا لأني لتكون هذا اللقاء، ليكون إلي تواجد، إلي وجود هون اليوم بهالمشوار يعني كله. لمست شغلة وحدة كتير مهمة وبتكبر القلب، انه بعد في وعي اكتر من ما تركت ببيروت. بعد في ناس بعد بتتابع اخبارنا اكتر ما في، اكتر ما كتار بيتابعوا اخبارنا من اللي بالوطن. يعني في ناس بهمهم امرنا، في ناس بعدهم عم يتلاقوا مع بعضهم، في وحدة حقيقية، في تواصل بين بعضهم، في مجتمع لبناني في قلب أمريكا شغلة، بس مجتمع لبناني قدوة أو نموذج لازم يكون عن المجتمع اللبناني الحقيقي اللي لازم يكون كله بلبنان. إن شاء الله لبنان كله بينعدى منه هون، من منكم بال بهالبلد كلها بينعدى منكم، لأنه نحن عنا في أشياء كتير تركناها وبطلنا نلاقيها قريبة، صرنا رجعنا لقيناها هون. يعني عن جد أنا كتير تفاجأت، بس مفاجأة حلوة إني لاقي هالناس القريبة، الناس اللي بتحبني، الناس اللي بعدها بتحب الشعر، بعدها بتحب الفن، بعدها بتحب أخبار البلد، بعدها بتحب الناس اللي جاي من البلد، وبعدها على تواصل مع البلد. شي بيكبر القلب. خليني بلش من هون. ليش هالفرق بين لبنان وبين هون؟ يعني انت خليني، يمكن لانه هون عايشين بطريقه مريحتهم، نمط الحياه مريحهم من المشاكل اليوميه يلي نحن بنعاني منها ببيروت، وما في هون، ما في متسلطين سياسيين مثل ما في متسلطين سياسيين بلبنان. فتنا على السياسي. لا هيدا ما فيك لبناني، ما في ما يحكي هيك. في تسلط سياسي بلبنان عم ياثر على 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 يوميات الناس، هون ما في منه. فالناس عايشه يومياتها بحريتها على ذوقها هي، طلع ذوق الناس الحقيقي بدون اي تقصير احلى بكتير من اللي من اللي عم نعيشه بلبنان. طلع ذوقهم هون افضل. بس استاذ نزار، نحن عندنا واقع هون سياسي بالجاليه اللبنانيه اللي هي انعكاس للموزايك اللبناني طبعا السياسيه، طبعا بيتماهى مع الواقع السياسي اللبناني طبعا. انا بس اذا انت لاحظت هالشيء اكيد كمان. اكيد وتواصل اجتماعي حتى بيعكس نفس الشيء، بس انا اللي عم اقوله ما في هالتسلط هون، ما في تسلط. طيب ايش رايك استاذ نزار بانه يعني مبين مثل كانه الحب من طرف واحد، انه الشعب اللبناني بيطلع يعني اي واحد لبناني مش بس هون بديربون بامريكا يعني بضل متمسك ببلاده، بتلاقي انه بيضلوا بده يضلوا لبنان، بياخذ لبنان معه صح. بس بيشعر هذا المواطن المغترب او المواطن المهاجر، لانه احنا مهاجرين مش مغتربين بهالبلد، ونحن مواطنين امريكيين من اصول لبنانيه يعني. بس طبعا حنين هم لبنان معنا وين بنروح، بتلاقي هذا اللبناني في الخارج بحب وطنه، ولكن وطنه ما بيبادله حبذا لو بيحبه ما بيبادله ما بيبادله بالحب. فانت يعني بس رحت شفت، كنت بشيكاغو اليوم ومبارح واليوم بديترويت، شو شفت يعني عن الحب اللبناني، وكيف انت نقلت قادر تنقل هذه الصوره ربما يمكن يوم بشعرك ما عرفتني صحيح، اذا يوم فيك تنقلها عن مشاعر اللبنانيين الموجودين هون، هو الحب من طرف واحد حقيقه. استاذ اسامه وصفته بالوصف الحقيقي، الحب من طرف واحد، وهذا الشيء يلي مع الأسف مش لازم يكون موجود، لازم الـ 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 الأساس يضل معلق بالجذور، الجذور تضل معلقة بالفروع.
فإن شاء الله لازم هذا كمان هذا التواصل الثقافي له كتير دور، له كتير تأثير، التواصل الفني الثقافي الكلمة، وهيدا الشيء اللي تعلمناه منك، أنا أخذته منك عبرة، أنت أهم عبرة أستاذ أسامة، أنه ضليت محافظ على التواصل الكلمة والثقافة والفكر بمحل ما أنت هون بهالبلد، حافظت على أخبارنا وعلى على أحاسيسنا على شعورنا على يومياتنا، ضليت على مخاوفنا حتى عبرت عنها هون يمكن بحرية أكتر مما كنت لازم تكون عنا لتعبر عنها. لقينا حالنا بفكرك هون من خلال من صدى الوطن، هيدا الشيء لازم نشتغل عليه. أنا في مجال اللي أنا بشتغل فيه إيه لازم يكون في تواصل ثقافي، لازم يكون في تواصل بالفن، الفن هو سلاح، هو همزة وصل بين العالم بين بعضه، لازم يكون في هذا التواصل، وانا ان شاء الله نقدر نعمله هذا. هلا رئيس البلديه بدي يقول هلا بعد شو نتارك من هون، نعم عم بيقول انه عندنا نحن ستاديوم هون اوديتوريوم صحيح مسرح يعني كثير مهم وعم عرضوا عليك مجانا انه تعال مره ثانيه نجيب فنانين لبنانيين واعمال هون يعني عمل فني لك ما احليهم يكون ريحوا لل لأي مشروع بدك إياه كان هون وبلبنان، فهذا ما يعني مشروع مطروح هلا على الهواء. الله يخليك. إنه بدنا إياك ترجع مرة ثانية وتجيب معك نخبة من الفنانين إن شاء الله إنه. هيدا عن يديتك أستاذ أسامة، أنت أنا بعرف أنت قديش بتشكل همزة وصل بهالمحيط هون اللي أنت فيه، بين كل الأطياف بين كل الناس اللي موجودين بالجالية اللي من الجالية اللبنانية الموجودين هون. وهمزة الوصل عم تمتد كمان للي موجودين بالوطن بين الجالي والوطن، هيدي شغلة عن جد تشكر عليها وهيدي لمستها وعشتها أنا. لا شكر على وجهك. الله يخليك. وهيدا إذا بده يصير بالتنسيق مع الأشخاص اللي بيكونوا سعاد خير مثل أفضالك. فشغلة مهمة كتير إنه العرض اللي عمله، وأنا رح أعمل جهدي إني جرب نلاقي مناسبات ينعمل فيها يتنظم فيها احتفالات ومناسبات تعنى بالوطن كله بتهم كل الناس، وان شاء الله بيكون في هيدا بيأثر. هيدي من ضمن اللي كنا عم نحكي فيه انه الفن لازم يلعب دوره الحقيقي بالتواصل الحقيقي بين الناس بين الجالي بين بعضها وبين الجالي والوطن. استاذ نزار بدي انقل بهذا الموضوع لأنه إن هذا الموضوع لموضوع كتير بهمك لك أنت شخصياً، وأنا كمان بهمني بعتقد إنه الناس التانيين اللي عم بيشوفونا يمكن يهمهم الموضوع، هو علاقتك الخاصة مع الموسيقار المرحوم ملحم بركات. حقيقة سمعت الكلمة اللي أنت حكيتها بيوم جنازته وفعلاً كانت كلمة معبرة جداً، فيها كثير من الوفاء ومن الحب ومن الاحترام والتقدير للراحل الكبير اللي هو ملحم بركات. كيف بتلاقي انت العالم الفني اليوم بلبنان بغياب قطب كبير من اقطاب الفن اللي هو المرحوم ملحم بركات؟ انا بعتبر انه ملحم بركات كان اخر، انا بالنسبه لي الابداع هو رفوف بيجي بموت ملحم بركات، هي صفحة صوت كان آخر رف مثل ما بقوله باللبناني، آخر مجموعة من المبدعين يلي من غير جيل ومن غير زمن ومن غير ليفل إذا بدك كمان، كان آخر العمالقة. هلأ صرنا بجيل آخر من بعد ملحم بركات، طبعا الله يطول بعمره ست فيروز بعدها موجودة، بس أنا عم بحكي على 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 الإبداع، وملحم بركات كان آخر هؤلاء الناس اللي عطوا الفن وأضافوا إلى الفن من إبداع بالموسيقى أو بالكلام أو هلأ من بعد ملحم بركات نطوت صفحة، فتحنا صفحة جديدة، ما في مجال ترخ فراغ ما رح يقدر حدا يعبيه إلا مع الوقت، أكتر من هيك بده وقت أكتر. نوعية ملحم واللي سبقوا ملحم واللي كانوا بعاصروا ملحم غير يلي موجودين اليوم، كمان اليوم هودي
فيهم صف اول صف فيهم فئه اولى فئه ثانيه فئه ثالثه يعني فيهم اول وثاني وثالث وناس عم تشق طريقه وناس رح توصل واكيد رح يكون في حدا بقيمه ملحم بركات لقدام بعدين بس حاليا بس من غير جيل ومن غير طريق وبغير طريقه وبغير مفهوم كل رف له له وقت. هلا انت كنت قريب له كثير لملحم الاستاذ ملحم بركات شو يعني اخر فتره بحياته اخر شهر ونص وقت كان كثير مريض وبالمستشفى كنت كثير انت قريب له نعم. شو كان يقول لك شو الاشياء اللي انت بتتذكرها من اللي فيك يعني شاركنا فيها؟ كان ملحم كان بالمستشفى انا رافقته يوميا بالمستشفى يعني اخر شهر ونص كان بالمستشفى يوميا انا من الصبح لعشية كل يوم معه اكيد طبعا مع عائلته مع زوجته ورندا بس ملحم ما كان عارف انه هو هالقد سريع فلته سريعه وموته سريع وانه هالقد هو مورط بالمرض لدرجه انه ما بقى في وقت كتير معه كان عم يتصرف معنا على اساس انه في عنا مرض عابر وبده يخلص ويمشي الحال ما عرف حاله واستحقق الا اخر اسبوع يمكن من وفاته لما عرف حاله انه كتير صار وضعه صعب ولما اجا زاروا اشخاص عادة بيعرف هو انه اذا مريض وفيت على المستشفى عادة ما بيزوروه بهالشغف اللي زاروه فيه فاشتلى او حس قال لي انا شكلي انا رايح كلكم عارفين انه انا رايح وما قلتوا لي ايه وقتها عرف لكن ملحم لما عرف بتصور انه استسلم لقدره لوضعه وما عمل شوك ما انصدم ما تفاجأ مثل كأنه عارف كان وما بده يعرف بس لما عرف تأكد خلص سلم قدره واجه الموت بشجاعة يعني. سلم قدره لربه صحيح ومات بهدوء ملحم بركات. أستاذ نزار بدنا نقول معك لشيء نزار فرانسيس شاعر الأغنية لما بعرف إذا عندك شعر سياسي عندك شعر وطني يتغنى بلبنان وبالجيش اللبناني بس شعر سياسي شعر نقدي للسياسيين مثلا بلبنان كشعر اللي بلش شعر نقدي باني مثلا ولو بطريقه تانية يعني مثلا بطريقه عمر الفرة بالطريقه اللهجه العاميه المحكيه انا في عندي اغنيه هلا بدي لما انزل على لبنان رح تتنفس وتنزل نطلقها يعني الأغنية هي بتحفز وطنية من نوع آخر مش وطنية بتتغنى بس بالوطن بتتغنى بالوطن تغنينا بالوطن لكن بدنا نعمل من هالوطن بدنا نعمل شيء بينفع تغنينا حفزنا الناس على إنه تصير تعيش ديمقراطيتها الحقيقية تعمل انتخابات تصير هي القرار بإيدها لأنه مش كل ما بيزقفولهم يروحوا ومش كل ما بيعيطولهم يجوا هيدي شغلة بده يبلش التغيير إذا كنا نحن بعصر التغيير وبعهد التغيير اليوم بعهد الرئيس الجنرال ميشيل عون إذا كان هذا العهد موعودين فيه بالتغيير والإصلاح الإصلاح لازم يبلش ببيوت الناس والإصلاح بده يبلش لأنه السياسيين شكله مقطوع الأمل منهم كل واحد يبلش ببيته يغير بدك قانون انتخاب انت من بيتك بلش بقانون الانتخاب انت بلش طالب ليش تركهم هن يقرروا مصيرك على ذوقهم يعني والعالم قاعدة ناطرة كم واحد شو بدهم يقرروا يعني شغلة لازم يكون لنا كلمة هيدي الغنية هيك بتحكي انه انت بلش انت خود القرار وبلش انت طلع من بيتك قول بدي هيك البلد يصير الأغنية هي لا هي نوع هي من بتقول حرر نفسك الغي امسك ساعد شمسك حتى تطل قوم اتحدى وايدك مده للي قدى وضل اتحدى واوعى تفل يعني بمقطع منها بيقول هيك انه انت كمواطن قوم اشتغل حروك ما كمان ناطر تيغيروا لك انت لازم تغير صحيح بس انا كنت عم بقصد بالنسبه للسياسي بالمعنى انا عندي فريقين أنا عندي فريقين خط أحمر الـ عندي أنا ضد الـ
العدو الأساسي اللي أنا بعتبره العدو الإسرائيلي. هيدا شغل أنا ومع كل حدا ضد العدو الإسرائيلي. يعني مين مع مين ما كان حي الله حدا إذا مرق على الطريق قال لي أنا، لأنه مش لأني ضد العدو الإسرائيلي بالمطلق أنه أنا ضد إسرائيل، أنا ضد ما حصل في فلسطين من 70 عام، أنا ضد اغتصاب الأرض اللي صارت، أنا ضد الفرض اللي صار على علينا على كرامتنا كمجتمع، كمجتمع محيط حتى بفلسطين. فلسطين تعنينا مش لأنه هني، مش لأنه تعنينا، لأنه اللي صار هو اغتصاب وتعني كرامتنا. شغلي أنا بورتها لأولادي بعد هذه الموضوع، هذه الشغلة أنا مع هذه القضية العربية اللي لازم يكون كل العرب معها. هلأ في ناس هيك، في ناس هيك، في ناس هيك، ما في مشكلة يصطفلوا، المهم الواحد يعمل قناعاته وضل مؤمن فيها. إيه أنا بطوع أو بسخر فني وشعري لخدمة هذه القضية والوصول إلى أهدافها الشرع المشروع. وأنا ضد الإرهاب، هيدا كمان جد علينا، الإرهاب بكل أنواعه وأشكاله، أي إرهاب بيتعاطى مع ال عم يتصرف، ما عم يتصرفوا عنا بالمنطقة بالشرق سوريا وبالعراق الإرهاب مرفوض من كل الناس ومن كل الأطياف ومن كل اللي عندهم عقل وفكر وبيقدر، كمان مع كل اللي ضد الإرهاب، يعني أنا ضد الإرهاب ومع اللي ضده. فهودي هيدا موقفي واضح، أنا ما بستحي فيه أبدا ولا 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 بتراجع فيه ولا ممكن ساوم عليه. أستاذ نزار، حضرتك موجود خلينا نقول بالوسط الفني أو بالوسط الشعري تقريبا من أكثر من ربع قرن. نعم. خلال هاي التجربة يعني كيف بتشوف تغير حساسيات المستمع العربي؟ بمعنى آخر، لما أنت بتكتب القصيدة لمين بتكتبها وكيف؟ القصيدة بكتبها لألي أول شيء، تأرضي أول شيء، أرضي نزار فرانسيس بالأول. إذا أنا رضيان على هالموضوع اللي كتبته أو على طريقته وعلى طريقة صياغته، بعدين بشوف لمين بتطلع، لمين بتلبق، لأنه بتعرف اللي بيغنوا المغنى عنا هو كذا كذا لون، في أكتر من لون، وكل فنان له نجوميته وله مكانته وله طريقته بالأداء وله لونه. فأنا لما بعمل القصيدة بشوف إذا هيدي لون فلان أو لون فلان أو يعني حضرتك بتقرر من حيغني الاغنيه او من بطريقه بقرر ايه، لانه من عندي بتبلش، ولانه اذا هو طلب مني كان بده يسمع مني اغاني، انا بعرف انه اذا كاتب 4 اغاني في وحده منهم لقلو او 2 لونه يلي بيسوى انه يغني، ما بسمعوا 2 التانيين، فانا بعرف اي هو بده يغني. هل اذا حب بنقي منه، ما حب بس ما بعرض عليه اغاني منها لقلو. تمام. وخلال هالتجربه تشعر انه صار في تغير بحساسيات المستمعين؟ بمعنى انه هلا نحن موجات، نحن بموجات، نحن صرنا كيف تتغير؟ تغير مفهوم ال وسائل النقل، وسيله النقل، العمل الفني تغيرت بكل اقصاء العالم مش بس عنا. يعني كنا اليوم كانت المنطقه عنا محصوره على اذاعه وتلفزيون واحد لا يتسع هواء الهواء الا لنخبه الاعمال الفنيه اللي عم تنعمل. يعني كان عندنا تنقول 100% من اصل ال 100% كان 80% اعمال رديئه و20% اعمال جيده، لكن النقل للناس، الاعلام لا يتسع، السبوت لايت الضوء اللي كان ما بيتسع لاكثر من 20%، فكانوا هال 20% ينحطوا كلهم وما نسمع، ما يوصل على بيوت الناس إلا الأعمال الجيدة. ما كانوا ينتبهوا أنه في 80% عم تنعمل بس عم تروح، ما عم تمرق، ما عم تعلق عند الناس وما عم تنفرض على الناس. هلأ وسائل النقل تغيرت، طريقة العمل صارت غير، التلقي صار، المتلقي مساحة الضوء صارت أوسع، صار في بأيام، صرنا بأيام الإنترنت، بأيام السوشيال ميديا، بأيام حتى الفضائيات، صار عندنا فضائيات متخصصة في الموسيقى ولا وكتير بالمئات. فإجباري صار مضطرين يفرجونا 100%، صرنا نشوف 80% الرديئة والعشرين بالمئة السيئة، 80% رديئة والعشرين بالمئة الجيدة. فصرنا نقول في أعمال رديئة كتير والفن الجيد قليل، لا كل عمره هيك، بس النقل
والهواء عم يعبي الكل صار وعم السبوت لايت عم يسيع كل العالم. نعرف نزار فرانسيس من خلال الأغنية أكثر ما بنعرفه من خلال المنبر الشعري. ما بتطمح لأنك تكون شاعر منبري إنه نقدر نوصل لشعرك إنه من خلال هلا انا بالنسبه للمنبر لي المنبر بطلع عليه مش لانه انا بدي اختص بالمنبر. انا بقول الشعر المنبري لما بيكون في مناسبات بحس انا من عندي بالقلب انه تستحق اني اطلع احكي فيها. انا لي طليتي معدودي على المنبر خاصه في مناسبات وطنيه او مناسبات تعني كل الناس فيني اطلع اقول احكي فيها. ايه بطلع بحكي فيها ما عندي مشكله. أعتقد سؤال صديق نعم. معالي كان أنه تواصلك مع الجمهور مباشرة ايه. هايدي شغلة عم يحبوها فيي من خلال القصيدة عم بلمس عند الناس تواصل جيد تمام. وتلقي جيد لألي من لأعمالي وبالتالي بتفكر بتكريس هذا النهج ممكن أكيد يصير في تكرار للتواصل لأنه هايدي شغلة اكتشفتها أنا مش من زمان وما كنت أنا حاطط براسي أنه اعتمدها ان تصير اكتشفناها كمان عشان هيك أنا الله يخليك احنا شفنا الالقاء جيد ومبهر الحمد لله ظاهره شعريه فان شاء الله اذا بيصير في اشياء تواصل بيني وبين الناس بشكل مباشر بهالطريقه هيدا شغلي بتفرحني ومنيحه لالي يعني ومنيحه لحضوري بيناتهم بكون عم بعطيهم عم بلقي عم 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 بقدم لهم شعري بشكل مباشر اكثر مش من خلال الاغنيه. لكن انا الاغنيه كمان بحبها وما بدي اتنازل عنها. نزار فرانسيس والفصحى، هل جربت انك تكتب الشعر الكلاسيكي يعني لا جربت بتجارب منا مثل ما بيقولوا منا كامله منا جديه يعني منا جديه لانه انا بعتبر انه اللغه المحكيه هي اقرب الى القلب. عندي تجارب بالفصحى لكن ما عم برجع بقول لك منا جديه لانه اليوم الفصحى اللغه المنا محكيه ما فيها حياه. الفصحى هي لغه ادب لغه قراءه لغه القاء لكن انا منها لغه فن منها لغه احاسيس ما بتحرك الناس. الناس بعدت كثير عن لغتها الام عن الفصحى يلي هي منا محكية ولا ببلد عربي. هلا وكأنه عم بسمع لغة نزار أباني مثلا ما فيها حياة. لا لا قلت لك هذه لغة قراءة ولغة إلقاء. بفترة من الفترات تغنيت لكن موجات اليوم في حدا بعد عم بغني فيه لكن ما في غزارة إنتاج أول شيء والناس ما بدها هالقد يعني مش كل الناس بدها الفصحى هي الأبقى. لكن اللي بتفعل فعلة بالناس أكثر واللي هي طريقة إلى القلب وإلى قلب الناس أسرع هي اللغة المحكية يلي بيعيشوها من يوميات الناس. الأغاني أستاذ نزار اللي أنت بتعتبرها هي الأقرب لك يعني أنت بتألف قصيدة طبعا عندك أكثر من 2000 قصيدة أغنية بس شي الأغنية اللي أنت اعتبرتها بأنه شهرت يعني نزار فرانسيس او تعتبر انت الاقرب لك يعني ابن المدلل عندك. انا هي هن استاذ اسامه محطات يعني انا صار عندي اكثر من محطه بفترات مثلا اول اغنيه حسيت انه حالي انه انا صرت بمطرح تحت الضوء مزبوط. هي في اغنيه كتبتها لوائل كفوري بال91 بتصور اسمها ليل ورعد وبرد وريح. هاي الاغنيه قد ما كانت محطة مهمة بحياتي هي صنعت شاعر كنت قبل منها كاتب أكثر من أغنية.